كتب عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف يأمره أن يكتب إلى عماله بالعراق وخراسان بأخذ الخيل ومباهات العدو بها وكذلك سائر الأمصار. فكتب الحجاج إلى أخي محمد بن يوسف باليمن، وكان عنده من كل أنيثات الخيل 100، فأمر محمد من قبله فكتب إلى مخاليف اليمن بذلك، وأنه يبدأ بالجذاع، ووعدهم بذلك يوما. فاجتمعت الخيل بصنعاء في يوم حلبة الجذاع، وأقبلت جويرية من خولان أو خولان حديثة السن تكبو في أذيالها من فرط الحياء، تقود مهرة دهماء قرحاء كأنها عصار سابري. فقالت: أيها الأمير، إني رأيت أن تختم مهرتي هذه. فاقتحمت عين محمد المهرة وازدراها وكان فضا فانتهرها، وقال: ليس مثل هذه تختم. فاستعبرت وقالت: أيها الأمير، إني هبيجة يتيمة، والله خلف لي والدي غير هذه المهرة، فإن رأى الأمير أن يختمها فإن يسر الله لي منها رزقا فذاك من فضله، وإن تهلك فغير مأسوف عليها. وكان الرهن 100 ناقة. فأمر محمد بختمها، وحضرت حلبة الجذاع، وأحضرت الجارية مهرتها فأرسلت. فلما أقبلت الخيل استشرفها الناس، فإذا القرحاء تهوي أمامهن هوية الحمامة إلى الثمد حتى وقعت على الغاية، وما شق غبارها منهن مصلية، فوثبت الجارية وقد زال برقعها عن وجهها، فكأنما أشرب ماء الدر. فجالت في متن المهرة وهي تقول: مقربة قرحاء من نسل سبل، تنمى بعرق لم يخامره دخل، يجهدن وهي تهوي في مهل، وهن كره يبادرن الثمل. فأمر لها محمد 100 ناقة، فأمست وقد كثر خطابها.